جود بالنفس أقصى غاية جودي. الإمام الحسين سلام الله عليه ضحى بنفسه وبعائلته وبأعز ما يملك في سبيل الثبات على المبادئ. جيد. وبدنا نشوف إحنا هاي المسيرة سائرة يا أستاذ. الحمد لله من آلاف السنين إلا الآن سائرة. وإحنا الشهداء البارحة أمريكا والكيان الصهيوني يضربون مقرة الحشد الشعبي مجاهدينا الأعزاء، هذول هم على مسيرة الحسين أبا عبد الله سلام الله عليه. وشوف الهجمة الشرسة من القوى الشيطانية، قوى الظلم، قوى الاستهتار العالمي، أمريكا وإسرائيل. نفس العدوان يتكرر من زمن الإمام لبنان الحسين بس بشخوص مختلفين. وشوف شلون تجاوز على حرمة الضيف في بلاد إسلامية.